السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتكم انفوتيك فان. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية استعمال أي برنامج بعد انتهاء صلاحيته. في بادئ الأمر يجب الذهاب إلى هذه المنطقة أو إكزيكوتي أو غوشيرش بالضغط على أيقونة ويندوز ثم الذهاب هنا. بعد ذلك نقوم بإدخال هذه المعلومة temp كما ترون والنقر على انتر من لوحة المفاتيح. يظهر هذا المجلد الذي به هذه المحتويات. نقوم بالضغط على كنترول A ومسح جميع هذه الملفات. بعد ذلك نقوم بالدخول مرة أخرى وعمل Reg Edit. نقوم بالضغط على وي نعم، وهنا بالإديشن نقوم بالبحث على البرنامج الذي نود إعادة تشغيله بعد انتهاء مدة صلاحيته. مثلا ننتظر بعض الشيء كما ترون. نقوم بمسح هذه الملفات هكذا. في هذه الحالة التجريبية لن نقوم بالضغط على وي، ولكن بالنسبة لكم سوف تضغطون على وي لتتمكنوا من مسحها وإعادة استعمال البرنامج الذي تودون استخدامه بعد انتهاء أو انقضاء مدة صلاحيته. هذه طريقة سهلة لتتمكنوا من استعمال أي برنامج إن شاء الله. أتمنى يكون هذا الفيديو قد لقى إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتكم انفوتيك فان، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة. شكرا على المشاهدة.